التحية متجددة مشاهدينا متابعينا الكرام والاطلاقات متواصلة. يطلق شوطنا الخامس عشر الذي خصص للجعدان المحليات الأصايل هنا من المسافة المقررة الأربعة كيلومترات. شكرا للجان المنظمة الغائمة على أرضية هذا الميدان. ننطلق وإياكم مع أول المراكز أول التحديات هنالك لاضي. لاضي من يتقدم سعيد بن سليم بشويرب العامري وكذلك الوصول مع ثاني المراكز سكر لخليفة بن عبيد بن خليفة الحميري والمركز الثالث هنالك جميل حمد بن سالم بن عنودة العامري من يتقدم على ثالث المراكز بينما المركز الرابع فخر راشد بن قادم بن راشد المهيري بينما النغلة إلى المركز الرابع هنالك الوصول من الطاغي ثاني بن علي بن حميد الرزي الشابسية يقدم لنا الطاغي بينما الحضور مع خامس المراكز هنالك والوصول من عاني مطر بن خلب بن مطر بن علي بن علوان وكذلك الوصول على سادس المراكز. يا سلام شاهين محمد بن سالم بن سعيد الاكتبي بينما المركز السابع نهاب حمد بن تعيب بن جمعة العرج الدهماني هنا من يتواجد على سابع المراكز بينما الحضور مع المركز الثامن مغادر سعيد بن محمد بن سعيد بن حضيرم الاكتبي وتاسع المراكز لاضي سيد مستين بشويرب العامري بينما المركز العاشر. يا سلام هنالك اللي يتسلل على عاشر المراكز المركز العاشر هنالك الحضور والتواجد من صايب علي بن خادم بن عيد بن حليس الاكتبي. هكذا هي النتيجة هكذا هو النداء الأول للعشر المراكز الأولى أو بينها على مسامعكم مشاهدينا متابعينا الكرام. ولنا عودة إلى المقدمة الأولى لنا عودة إلى الصدارة والبداية أعود والعود أحمد. عودة مشاهدينا متابعينا الكرام إلى المقدمة الأولى عودة إلى سكر خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري والمركز الثاني هنالك من الجانب الآخر جميل حمد بن سالم بن عنود بن عنوده العامري من يتقدم بينما الحضور مع ثالث المراكز الطاغية ثاني بن علي بن حميد الرزية الشابسية وكذلك الوصول على رابع المراكز عاني لمطر بقلب مطر بن علي بن علوان الحاضر مع رابع المراكز بينما المركز الخامس صايب لعلي بن خادم بن عيد بن حليس الاكتبي. وصلت الاسماء وصل الاضي سعيد بن سليم بن شويرب العبر. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام المعركة بدأت من خلال هذه الأسماء بدأت هذه الأسماء تتزايد بسرعتها مشاهدينا متابعينا الكرام. ولكن سكر هذا سكر صاحب الإنجازات صاحب البطولات خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري وكذلك الوصول من جميل حمد بن سالم بن عنودة العمري. وصول
وصل صايب، وصل صايب علي بن خادم بن عيد بن حليش الاكتبي على ثانية. المراكز المعركة ثنائية، المعركة ثنائية ما بين هذه الأسماء، ما بين جميل وصايب، صايب ولا جميل. اللحظات الأخيرة، اللحظات المثيرة، ولكن جميل، جميل ينتزع هذا الشوط، ينتزع هذا الشوط. مشاهدينا متابعينا الكرام، حمد بن سالم بن عنودة أيضا العامري سلم على الجميع وطار. سلام وتحية واحترام لمالك جميل حمد بن سالم بن علودة العامري. يسعد صباحك على هذا الأداء المميز. والجميل المركز الثاني وصل صايب لا أيضا هنالك علي بن خادم بن عيد بن حليس. والمركز الثالث الطاغي ثاني بن علي بن حميد الرزي الشامسي بين مرابع المراكز. هنالك المركز الثالث عند اللجنة، بينما المركز الرابع الطاغي ثاني بن علي بن حميد الشامسي. تهانينا والناموس لمالك ايضا هنالك جميل حمد بن سالم بن علودة العامري. 6 دقائق وثانيتين كان توقيت جميل. تهانينا والناموس للجميع.